قصة خفيفة مفهوم كتير معناها كبير إلها تفسير لها الحياة العم بتصير لها الحياة العم بتصير بتشوف فيها خبرية كيف حالتنا هاليومي بتشوف فيها خبرية قصة خفيفة مفهوم كتير معناها كتير إلها تمثيل لها الحياة العم بتصير لها الحياة العم بتصير بتشوف فيها عجايب عجايب ابدا ما حدا يجيب سيره الاهل عم فهمكم ها ايه لكن معلومه ايه 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 مرحبا شباب. اهلا اهلا سيد فهمان. شو مبين هون؟ ايه شو عم تعملوا هون؟ نشرب لنا كبيت شاي عن شكرا. اخذ لك شفوة ولا بطلب لك فنجان اكرك؟ لا شكرا، مع انه انا هيدا الاكرك كتير عاجبني. اسعد شو كان عم بيقول لك هذا شكري؟ كان عم بيقول لك عن هيدا يوسف عم ابوه ما بعرف لمين. ها مين؟ وانت قلت له شيء؟ شو بدي اقول لك؟ ايوه ما قلت له شيء ابدا، هو اللي عم بيقول، هو فتحك بالموضوع. يا سيد شكري يا اهلا، بفتكر بعدك متذكر منك نسيان. ابدا زمان قبل ما اشتغل انا عند ابو سليم لما كنت شرشوح بسوى فرنجان ما معي حق ببيت الشاي. شو كنت تعمل معي؟ طبعا كنت سحسح لك. ها؟ في كتير شو بدي احكي؟ لا احكي يا فهمان. خد حريتك، انا عم اقول لك خد حريتك ومسامحك. فهمان افندي ما بتزعل؟ لا كيف بدي ازعل؟ قدام جامعتك ما بتزعل؟ لا ولو كلنا قلنا ماضي، حدا بلا ماضي. وخصوصا انا اللي بعرفكم واحد واحد. كنت اضربك وشرشحك وبهدلك وتشدني من اجلي هيك من هيك ما تقول لي عرض. عرضنا هيك كنت تقول لي ولا ما هيك؟ كنت اقول لك ولا هو؟ خذ راحتك يا فهمان افندي. وانا وانت اقول لك يا شكري انا انت انا مثل ابوك. ليه عم تضربني؟ ليه عم تعذبني؟ تقول لي هيك صح هيك مزبوط لما مزبوط ونص كنت عذبك واضربك. مزبوط هلا بتوطي راسك بالارض صح عيونك هيدي بشلك. ايه بتأمر قل لي شو كنت عم تقول له لأسعد؟ ما في نواه ولا شيء ولا شيء.
الحياة ما قلت له شيء اسأله كمان شو. بس هو قال لي هو قال لي ايه قرب 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 لهون حاضر حاضر معلم أسعد من بعد أمري شو كان عم يقول لك كان عم بيقول لك عن اللي أنا قلت لك ولا أنت اللي قلت لي قل له أنت اللي قلت له أنا لا انت قلت له ولا هو قال لي هو قال لي هو اللي قال له انت شو قلت له انا ما قلت له هو اللي قال لا انت قلت لي يا اسعد يعني قلت له قال لك يعني كلمه منك كلمه منه خد ايدك يا اسعد ورحله ايوه هيك تليفون الو 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 مين عم بيحكي الو ايه ايه الو الو لا لي لا لي لا لي لا الو ايوه ايوه لا فهمي ايه انا ست بيبي نعم امري ايه صحيح مشوار الطريق وجاي فهمت فهمت بخاطركم مع السلامه مع السلامه مع السلامه روح هيك بيقولوا شو بدي اقول لك هيك بيقولوا لواحد مثل حكايتي انا يا شكري انا لما بقول لك رايح بتقول لي مع السلامه باحترام فهمت ولا ما فهمت بس يا فهمان طولك قصير انت مني عم اقدر اشوفك منين بدك تتم تشوفني يا شكري لما انا بقول لك رايح شو بتقول لي مع السلامه وبتقعد بعدك وبقعد خاطرك شو بضحك ما هيك لك شو بقى صاد الله خلصنا بقى شو بقدر نشتري تياب ايه صحيح ولا بقول لك شو انا عندي تياب لشو بدي اشتري انا اللي هاشتري تياب للمره والولاد شو رايك انت هو انت قلت وانا هعمل مثلك ايه قوم نشوف شكرا ايد الطلبات على ابو سعيد ايه طبعا طبعا مع السلامه الو الو سبحان العاطي صوروا بيحكوا بالتليفونات الخليوي طول عمرهم ما بيعرفوا يحكوا بالتليفونات العودي سبحانه حكم شكرا يا فندي نعم انت فيك تعطيني 20,000 ليرة عشرين شو اللي عشرين عشرين شو بدك 1,000 ليرة 20,000 ما لك ولا ليرة روح شكرا 10,000 ولا ليرة قبل الله تعالان استعد اهب مسيك دعان هالنشان فيك ما بتستهلو مسيك ها مصوري معلم شكري رجع لك نيشان وبلا المصاري يا مصوري يا نيشان 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 معلوم نيشان هذا معنويات قلوا انتو مصاري لشو ولا ما الى قيمة امسك يا زغلول وروح على شغلك بكل فخر كنس واشطاف واطبخ ايه انا عامل له لزغلول 366 نيشان اجرته بالسنة أمر بيبي مري فهمان شو هالخبرية اللي سمعتها خبرية شو سمعتها رايحين كلكم تخطبوا له لأبو سليم بس إلك علي إنه ما خلي هالخطبة هيدا تتم أبدا إذا صحيح هالخطبة ما بتتم إلك مني هدية سيارة آخر موديل اعتبريني عم سوق السيارة وعم تمختر أنا والسيارة والموضوع انتهى يا فهمان ما في غير بتطمني بتطمني وبالاخر كل الامور بتمشي بالعكس ولو ما انا عم بعمل كل جهدي وكل ما بستطيع عم سوي كرمال خاطرك بس انت امريني شو بدك تغيره بقدر حالي طيب طيب تبرو عاد اشرب قهوة ما بدي اشرب قهوة بدي روح حللك الموضوع طيب الله معك ايه بس في الحساب $500 بيني وبينك وفي سيارة اخر موديل بيني وبينك ايه صحيح يا ست منزل الزمان خلصت خلصت ايه شو هذا؟ فستان سهرة لك هذا فستان سهرة ولا فستان جرصة؟ شو هذا اللي لابستي مثل البليات شو عاملة؟ يعني ما عجبك؟ لا ما عجبنا بغيره يلا شو هذا؟ يا أبو سليم ليش بعد ما واقفين وقاعدين؟ يا ابني ناطرين فهمين راح يجيب زهور هيك منروح إيدينا مطوطحة صحيح بس تأخر ها ها بقى يمكن هو تفضل شرف لا تأخذني خي أبو سليم أنا الحقيقة ما تأخرت مشان تزوره بس أنا جايب لك معي مفاجأة جايب لك معي أبو النغم نعم نعم حيدا بيعجبك هدي
مطرب كبير مشان ياخدوا معنا عند الجماعة السهرة. وليش عم يهزها؟ هو معود مثل قمة رستور هذا كل ما حمي بصير رش. يلا منشوف. تصدق يا بطلو. شو شرف يا عمين. لا يا عصاد هيدي لعليك وهيدي لعليك. هي يا بطلو. محمد 200 دولار. لشو 200 دولار؟ حق الزهور. هلا الشقفتين الزهور الوردتين حق 200 دولار؟ لك شو مفتكر أنت؟ بعدين لسه ما خبرتك. يا سلام يا ابو سليم رحت لك عند الجماعه البيت. يا سلام انا وصلت وعرفوا انه انا جاي من طرف ابو سليم. شو اسمك عندهم؟ مثل مسك مثل الفل. يا حرام صاروا يهوروا وزحوا. انبسطوا قد الدنيا يا ابو سليم. صحيح بس حالتهم بتقطع. لك انا شفت هالشوفه درويش طير اما هين علي. قلت لهم انا ابو سليم موكلني اعملكم كل شيء. شلت 1000 دولار واعطيت اياه لابوي. يا سلام شو مبسط عيوني صارت تطر دموع. التفت لقيت لك عمي قاعد حد منا هيك وعمي يطلع. خدت 500 دولار واعطيته اياه كمان. كمان خليت علي ابدا. يعني هلا صار بدك 1500 دولار و200 حق لدار في الحساب جاي. ما بس هيك اخوي لقيته على راسه كثير ما عجبه اسم ابو سليم. قلت له سمعت انا من طرف مين؟ قال لي من طرف ابو سليم. خليته يسكت ويسكت ويسكت. خدت 1500 دولار ورجعت اعطيته اياهم. وبعدين يا ابو سليم عملت لك على عبوره ونزلت انا وياهم هيك ترغنات على الدرج انا ونازل. كل الجيران شي 100 شي 200 شي 300 نتحاسب ما نقدر اقول لك. احنا كم مره حنجوز ابو سليم؟ يا حبيب قلبي يا ابو سليم بعرفك يا حبيبي يا ابو سليم. ايه خلينا نسمعك منهم. لشو بدنا نسمعه هلا؟ ولا مشان يعمل العبوره هونيك. هونيك يعني غنى؟ ايه قبل ما نروح ليقوم يفضحنا اذا يطلع صوته مثل بعض هيك مطربين اللي دارجين اليوم. لا صوت ولا مين يحزنون. انا جيب لك ياهد حتى يخدر لك اعصابك. وين من رحت يتم وراك لاصق على طول. انا يا فهمان كيف الحمار بيحطوا عليه البردعه. أيوة. مثل البردعه. لك يا فهمان انا عم بسمع كثير مطربين يعني في منهم منيح وفي منهم لا بأس. بس انا بدي واحد هيك على ذوقي اني يبسطني انبسط منه وشو ما كلف يكلف. مطرب خاص إله هذا لقلك. اذا ما عجبك تم قتلني حتتني. او ابو النغم. نعم نعم سمع لي الرئيس ابو سليم لشوف عويم بتأمر. يا سلام يا سلام. بدنا نتجوز على عيد. بدنا نعمر بيت جديد. بدنا نتجوز على عيد. بدنا نعمر شجعه. بدي اعمل له هيدا شو اسمه هاللي بيعملوهن كاسات شريط. شو بيسموه هاللي بيطلعوه بالتلفزيون فيديو كليب تبع الساتلاي يعني فيديو كليب. فيديو كليب بدي اعمل له كام واحد وخليه مطرب له ما بيغني بمحل ابدا. وقف شوف يا ابني انت ما لازم بقى تغني بمحل ابدا الا ما يامرك معلم ابو سليم. بتأمر. انت عم حكي بتأمر. انت بدك تكبر بدك تطلع بالساتلاي فوق. ايوه هلا بس ما اتفقنا تعطيني 500 دولار برا تمام. بتأمر. يا حبيبي قرب قرب ترجعني معلمك قرب. بص ايده بص ايده بص ايده. وين صرتي يا ست بدور؟ ايه خلصت. شو حلو؟ ايه عليكي ما عجبك؟ يا ريتك بقيتي بهداك الفستان. غيره لا تخص غيري حتى اقضي لي اياه غيارات. مشي يا ابني مين لشو تفضلوا تفضل. هبوره 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 يا ولد. تجوز على عيد وبدنا نعمر بيت. Thank you.
اهلا. يا اهلا ابو سليم. يا اهلا فيكم. يا اهلا يا اهلا ابو سليم. ايه بعرفك اخي عبود. تشرفت. امين. اهلا وسهلا. اهلا فيك. يعني منا شايفين العروس؟ العروس جوا عم تجهز حالها. اها شوفي لنا اياها. وانا دار المصريات اعطيتكم يوم مشان تشتركوا فيها؟ فاهمين؟ كان علينا شوية دين متضايقين مش طلعنا فيهم بهدلة من على لك. يا ابني انا كيف بدي اجيب مصريات من ابو سليم؟ ليش المصريات ياخذوها انت من ابو سليم؟ عمني انا ب 10 دولار بشتري. فاهمين؟ قرب له هذا شوف حط لي اياه محلك يا اسعار. هون معلم ابو سليم؟ شو هال 1000 دولار اللي خطهم مني ليشتري فيهم ثياب هو وخيه؟ هول اللي لابسهم كله شايفهم اللي لابسهم؟ ما بيسوا 100 دولار من البيله. وين المصريه؟ انت اسالهم انا اعطيتهم مصاري. بعيطهم؟ لك لا هلا وقت نعيط وما نعيط. هلا ايش باخذ لك؟ اسعد اسعد بعد امرك قعدني محلي. يلا تفضل احكي يا اسعد. ايوه شو بدنا نحكي؟ انه يعني يا شكلنا تعالى عنا شو بدي احكي له احكي؟ قد شبه انت وياه. انت قومي 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 فوتي شوفي. انا راح فوت شوف مين بيكون احسن. خلينا نختصر الموضوع. ايوه وفوت دغري. تفضل. يا اخ عبود ويا اخ يوسف تفضل. انتوا شو طلبتكم؟ نحن ما عنا طلبات ابدا، ما بدنا غير سلامته لابو سليم. لا 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 شو لا؟ قال لي اول شرط اخر نور. شو هالحكي؟ شو هالحكي يا اسعد؟ لا 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 مضبوط، اسعد عم يحكي مضبوط. ها؟ هلا انت اسكت نحن عم ياخذ رايك. خلينا يا خي ابو سليم ناخذ حريه على بعضنا البعض، نتعرف على بعضنا كعائله. ايوه يعني هن بيعرفوا عنا كثير ولازم انت تعرف عنه لانه كان السيد يوسف من الاشخاص المرموقين بهالبلد. شو كان حابب يشتغل؟ انا كنت موظف جيبي هيك. ايوه يعني بياخذ وراءه وبعطيه. هلا شو عم تشتغل؟ هلا صراحه لا شغله ولا عملي، من القهوه للبيت ومن البيت للقهوة. لا صنع منيحة. وين ميمي؟ وين ميمي؟ طاولة بتكون جوا. عم يوسف؟ نعم. ميمي مش جوا. كيف مش جوا؟ مش جوا. قوم قوم. مش معقول. الحقيقة خي أبو سليم كمان هون أيوة. عبود عمي. أيوة. بيعجب خاطري. أها. احكي له شو كنت عامل. شو بتشتغل حضرتك كمان؟ أنا كان عندي سوبر ماركت 4 أبواب خسرته. خسرته؟ إيه. الله يعوض. والنعم من هالعله اللي بدك تنسبها يا ابو سليم. يا اسعد لا تصرخ وتزعق، انا بدي من هالعيله عود والباقي يحلو. بعرفه ما تكفى ما تكفى بعرفه. ايه بس خلاص. ابو سليم ابو سليم شوفي الحقوني الحقوني شوفي ميمي ميمي خطفوها مبين. لك مين خطفها؟ واحد ملتن كان ونزلها وكان في واحد ناطره بالسياره اخذوها وروحوا. شو ابو سليم إيه؟ شو الدنيا فوضى معقوله من قلب البيت يخطفوا لك؟ كيف ما الباب من هون؟ شوف ما بعرف شوف في باب مطبخ؟ ايه في باب مطبخ. ابو سلو ايه ما في غير واحد هذا اللي كان خطيب السبك اللي اسمه سعيد هو اللي عمل العمله. سعيد؟ لكن اذا كان سعيد إيه؟ دبارك معي وشغلك معي يا سعيد. الحقوني لالكم ان شاء الله. الو طلبنا هالبنت ما لقيناها. بيقولوا انه البيت يمكن له بابين، في باب من المطبخ وباب الدور، يمكن طلعوا من باب المطبخ. ايه انا انا مديره يعني هي بتشتغل عندي. ايه ليش اهلها ما قدموا شكوى؟ ما انا هذا اللي ما عم يفوت بمخها، ليش اهلها ما قدموا شكوى؟ انا الحقيقه بصفتي مديره هيك بالي مشغول عليها. طيب طيب يا سيدنا طيب. ايه طيب بس يجي حدا من اهله بنساله وبنقول له خليه يقدم شكوى. على الهاتف ما بيمشي الحال بعرف. طيب مع السلامه بركي بكره بنتشرف هيك. ايه شكرا ابو سليم. تبرى منه برا منه. طمني طمني يا ابو سليم شو عملت؟ جيت بوقتك. هلا كنت عم بحكي مع الشرطه. لا 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 بتحكي مع الشرطه. ليش بدي احكي مع الشرطه؟ تفضل اقرا. تفضل شو بدي اقرا؟ تفضل بتحكي مع الشرطه؟ ايه منين جبتوا هذا؟ تفضل اقرا. هلا اسمع يا ابو يوسف يا يوسف يا ابو سيخ.
ايه؟ انا بعرف انت بتحب بنتك كتير ويمكن تفكر انه سعيد خطيبها السابق خطفها. كمان بقول لك لا، يلي خطفها شخص انت ما بتعرفه. اما ان تدفعوا مبلغ 100,000 دولار والا ما بتعرفوا شو بيصير، ونحن بنتصل فيكم وبنقلكم عن طريقه التسلم والتسليم، واياك ان تعطي خبر للشرطه. يا عمي من شوي كنت عم بحكي مع الشرطه انا. وشو قالوا لك؟ قال بالتليفون ما فيك تقدم شكوى، شرف على المقفره وقدم شكوى. ارجوك ارجوك يا ابو سليم ارجوك ما تروح على المقفره. طيب شو العمل هلا يا فهمان؟ شو رايك؟ انا ما لي راي، انا سميع يا ابو سليم وسكت. ليش ما بده يروح على المخفار؟ وليه ما بده يعطي خبر للمخفار؟ مشان ما يأذوا البنت يا فهمان. لا ما رح يأذوها ايه؟ ولا حيحكوها لأنه عم تقول دافعين مصريات ونحن مستعدين ندفع لهم اللي بدهم اياه. يا أبو سليم هيك يا فهمان؟ تمام يا أبو سليم. ايه؟ ممكن تدينني هالمبلغ وبس تيجي البنت أنا وياها والولاد بنشتغل عندك طول عمرنا. ورمي $100,000 بدك تسدده يهون؟ ايه ما حتسدده يهون لا عايامك ولا عايام ولادك ولا عايام ولاد ولادك ما بتسدده يهون. مزبوط يا ابو سليم؟ بسيط على كل يا فهمان. ما اسمي الا ميمي، موظفة عندي وانا مسؤول عنه، وانا لازم كمان اوقف معهم بهالمحنة اللي هن فيها. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ هيدي عم يعلموا علي فيها هالقضية. روح الله يطول عمرك يا شهم يا انساني انت. لك شبك 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 لك حاجة تنقطف في هالشوارب. ليش عم تنقطف شوارب؟ لك يا ابو سليم ما عم تفوت براسي. واحد طفران مقطوع، ما في حي ما في شارع ما في دكانة الا بدها منه مصاري. ليرة ما معه، مديون، لشو بدهم يخطفوا له بنت مرته ويطالبوه $100,000 وهن عارفين وما معه دولار؟ بتخط بضغط على مني خطفه. على مني خطفه. مين مين مين؟ المافيا العالمية. يا سلام يا سلام على هالافكار اللي عندي. لشو هالافكار النيره اللي عندي؟ طبعا لانه مين بده يحط حاله بحال هذا يوسف الطفران اللي ما معه ولا وتكه. كل اهل الحي عم بيقولوا هذا سعيد خطيب الاولاني هي اللي روحت معه. لا يا ابني لا، هون بالمكتوب بيقولوا اوعى تفكروا انه سعيد خطيبه اللي خطفه، هول ناس تانيين خطفوها ما دخلوا سعيد. هيك مكتوب بالورقه. شوف يا ابو سليم هيدي الشغلة في ورايا سر كبير. شو هو هالسر بقى؟ ما عم بقدر اعرفه لانه نحن ما حدا بيعرف هالشغلة، وما بظن انه حدا بيعرف لانه يوم اللي رحنا لحتى نخطبها ما كنت الا انا وياك يا ابو سليم، ولذلك ما بظن. شوف يا فهمان، انا لح امضي لك تشك $100,000 بتروح بتجيبهم من البنك ومنشوف الطريقه اللي لازم نسلمهم فيها، لانه هالمخلوقه حرام هيدي يقوموا يعملوا لها شيء. لك اين الطريقه؟ ما انت مخك اوسع ومخك كويس ومخك بيسع. انت اللي مفكر، احنا بدنا نفكر لك يا ابو سليم. انا عم فكر ابو سليم. شباب شو يعني هيك او ليه؟ عم يقول لك ما تاخذيني تشيك؟ لا شو عم تقول لك؟ عم قول له انه نحن ورايحين بنمرق البنك بنجيب المصريات معنا. يعني منك امين مني يا اسعد؟ بلا ها؟ معك انت لا شغل ظنك رحنا بعيد. ايه معك حق. فهمت؟ نعم. انا امين منك خاصه بهالشغله ها، لانك انا لو بعرفك محتال قلا قلا قلا، بس اذا كان موضوع انسانه انت ما بتتاخر عنه ابدا. انا دمي انساني يا ابو سليم، انا كلني بالانسان. $100,000 بس دير بالك عليهم. ما كان لك فكرة أبو سليم. وانتبه عليهم ولا ها. ايه على راسي. ولا في حياة مخلوقة بالنص. معلوم. أصعد. نعم. انت امشي. عمهلك عمهلك يا باك عمهلك. بقول لك عمهلك اتركي. شو هذا؟ ما معلق يا باك. شوف مين عم يرد احكي على التلفون. الو. نعم. لك يا سوسو بدك خيك، هلا خيك فاضي لك. شريف اختك. انتبه. الو. سوسو. شوفي. ايه يلا انا جاي في مشوار بدي اروح وجاي دغري على الباب. يلا يلا سي بروح معك وطيب. لا انت خليك هون. انا بروح معك. الحقني انت اصحاب. طيب شيك لسوق. يلا شو هالرواية هاي؟ لك يا عمي شو هالتركيبة هاي؟ لك وين راح ذكاك يا فهمان وين؟
لك وين 100,000 دولار يعني 1,000 مارك. يس الو. نعم. شو هالخبرية اللي سمعتها؟ خبرية شو اللي سمعتيه؟ انه ميمي مخطوفة وطالبين فدية 100,000 دولار. وبهالسرعة وصل لك الخبر؟ ليقوم لك ياك بالموضوع. شو هالحكي يا فهمان؟ معقولة أنا أقوم بهيك أعمال؟ خبرني أبو سليم شو رح يعمل؟ رح يدفع؟ أبو سليم دفع وخلص. مش معقول. وينه هلأ أبو سليم؟ الحقيقة ظهر وما عرفت لوين راح. بس وينيك؟ أنا لح أخبرك كل شيء. طيب بس بسرعة. بس أنت ما تنسي خيك فهمان بشي هيك هدية تكون محرزة طقالة شوية. تكرم عينك. وهلأ بتريدي مني شيء؟ لا سلامتك. مع ألف سلامة والهدية كبيرة. لولو شوفي شوفي وين سوسو؟ هلا ابو سليم. شوف شو بعتولنا. شو هذا؟ فستان؟ ايه فستان. لشو هذا الفستان ولمين؟ هيدا فستان ميمي. ميمة؟ لشو بعتوا لها لميمة؟ مشان تعجل بالدفع يا خيي. انا هالجماعة من لما شفتهم ما ارتحت لهم. يا اختي هيدي ميمي موظفة عندي وانا مسؤول عنها، شو قصتك؟ كيفك رورو؟ لولو مارورو. اسعد. طلع هون طلع هون. لشو هالخبزات؟ ما عنا خبز. ليش انتو بتاكلوا خبز؟ لا ما بناكل خبز. ها قرب لشوف جيبها. يلا تعال شوف. رن التليفون. تركي 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 ما حدا يرد. الو مين فهمان؟ من وين عم تحكي؟ من البنك؟ ايه شوفي ما عم يدفعوا المبلغ؟ لا مستكترين ويسلموك ايه. كأنهم بيعرفوك. اعطيني المدير. الو حد المدير؟ مين؟ سيد حسن؟ ايه الله يرضى عليك هذا المبلغ اللي بعت طالبه انا مع فهمان بعتوا لنا اياه نقدا وعدا. ايه شغله ضروريه. لا 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 ايه طيب سلامتك. بدي سلامتك. مع السلامه. ابو سليم ما قلت لي لا شو هالخبزات؟ جيبهم والحقنا. بالحقك. ملكي معلول جوا. معقولة هاي؟ إيه أنا هي وعائلتها كلهم سوا ما بيشتريون ب100 دولار. أبو سليم بيدفع عنهم 100,000 دولار. طيب ليش؟ شو هو؟ منو تعبان بمصريته؟ لاقيلن على الطريق لك بلفوه. عمي كب المصاري كب. عندن جمال. شو عم تعمل عندك؟ مع مين عم تحكي؟ عم بحكي مع حالي ابو سليم. انا ما بدي اجي مره على المكتب لهون وشوفك قاعد على هالكرسي هاي. مفهوم؟ تفضل تفضل. عفوا شجرة المصريات؟ ايه نعم هاي المصريات وموجودين بقلب الشمس. شوف وضحك واسمع، شوف وضحك واسمع، قصة خفيفة مفهوم كتير، معناها كبير إلها تفسير، لها الحياة اللي عم بتصير، لها الحياة اللي عم بتصير. Oh, my God.